نشرت مجلة ستار العالمية على غلافها صورة لنجمة هوليوود أنجلينا جولي وخطيبها النجم براد بيت، مؤكدة أن مصدرا مقربا من أنجلينا كشف بأنها قلقة بشأن علاقتها ببراد، إذ لا تشعر بأمان معه وتخشى أن يقوم بخيانتها كما قام بخيانة زوجته السابقة الممثلة جينيفر أنستون عام 2005 عندما التقى بها وترك أنستون. ويأتي خوف أنجلينا جولي بعدما علمت بأن براد بيت خانها بتقربه بفتاة عشرينية خلال سهرة أقيمت شهر آب الماضي في ولاية كولورادو، وصفة هذا الأمر بالحماقة. وأكدت أنجلينا أن هذا التصرف أفقدها الثقة لأن الخيانة قد تتكرر، فكما خان جينيفر أنستون معها قد يخونها مع امرأة أخرى، ما زاد من قلقها. تقرب براد بيت من فتاة عشرينية أبعد أنجلينا جولي عنه لأيام، فقامت بمقاطعته وعدم الرد على مكالماته، فبات يسأل عن أحوالها مربيات أولادهما. واستنادا لما نشره موقع شوب سباي، هددت أنجلينا جولي براد بيت بأنها لن تثق به مجددا، خصوصا أنها تقسم وقتها بين العمل ورعاية أطفالهما الستة، فيما هو يقوم بالتودد إلى الفتيات. الخبر شكل صدمة للكثيرين من محبي النجمين العالميين، خصوصا أن أنجلينا امرأة مثيرة ويرغب بها معظم الرجال إن لم يكن جميعهم، فكيف يمكن لبراد أن يخونها ويعرض نفسه لخسارتها؟ وهل يخرج النجمان عن صمتهما وينكران ما تنشره الصحافة العالمية، خصوصا أنهما كانا يخططان لزواجهما بعد 8 سنوات على علاقة حب أسطورية؟